أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. معكم عماد وليام في فيديو جديد. في الفيديو بتاع النهاردة احنا هنتكلم على ازاي نحصل على تكست من صورة ونقدر نعمل له editing وكوبي. هنشوف أكتر من طريقة لعمل الحكاية دي. أول طريقة هنتكلم عنها هي باستخدام جوجل درايف وجوجل دوكيمنت. لو أنا عندي صورة أقدر بمنتهى البساطة أعمل لها دراج في الجوجل درايف، ومن جوه جوجل درايف اقدر اكليك عليها يمين واقول اوبن ويز جوجل دوكس. انا اتعمدت ان اجيب حاجة باللغة العربية على اساس نشوف ان هل جوجل شيت هيقدر يحصل على التكست بالعربي منها ولا لا. زي ما حضراتكم شايفين هيجيب الصورة في الاول، وبعد كده هنلاقي النص موجود تحتيها. دي الصورة الاصلية اللي انا جبتها من جوجل درايف، وادي التكست باللغة العربية. اقدر ان انا اعمل له editing، اخد منه كوبي واحطه في اي تطبيق واشتغل عليه. طبعا حتى لو صورة بهذا الشكل بكليك يمين واقول open with جوجل دوك، برضو زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي هيفتح الصورة وهيجيب التكست اللي جواها معمول له ابستراكت بهذا الشكل. برضو اقدر ان انا اعمل له كوبي وبيست في اي حتة تاني. دي الطريقة الاولى اللي اتكلمنا عليها في كيفية الحصول على تكست من صورة باستخدام جوجل درايف وجوجل دوكس. الطريقة التانية اللي احنا هنتكلم عليها باستخدام تطبيق اسمه شير اكس. احنا كنا شرحناه قبل كده في فيديو منفصل، ولكن نقدر ننزل هذا التطبيق من الموقع بتاعه getshareX.com، وبعد ما ننزله ونعمل له انستول هنشغله. لما نيجي نشغله هنلاقي فيه القوائم بتاعته زي ما هنشوف دلوقتي. بعد ما فتحته هاجي هفتح الصورة اللي عايز اعمل لها OCR، وهاجي من التطبيق من قائمة تولز هختار OCR، وبعد كده هحدد الجزء اللي انا عايز اطلع منه التكست. بعد كده هو عمل لي التكست بتاعه. اقدر ان انا اخد منه كوبي واعمل له بيست في اي حتة تاني اشتغل عليه بيها، وبرضو ده بيدعم اللغة العربية زي ما حضراتكم شايفين. وبكده دي الطريقة التانية اللي انا اقدر احصل بيها على نص من صورة. الطريقة التالتة باستخدام مايكروسوفت وورد. المايكروسوفت وورد بيقدر يحول البي دي اف لتكست وهو بيفتحه، ولكن لو انا عندي صورة فاقدر ان انا اتحايل باستخدام برضو الوورد واحولها لبي دي اف، وبعد كده اوري حضراتكم اللي انا لو عندي بي دي اف اقدر ان انا احوله لتكست. ممكن يبقوا اكتر من صورة. انا هاخد صورة وهحطها في الوورد زي ما حضراتكم شايفين، بس هنا يمكن ما بيدعمش اللغة العربية، فانا جايب صورة فيها تكست باللغة الانجليزية وهحولها لسيف از. هنخليها على الديسكتوب وهديها اسم وهحفظها بي دي اف فايل وهقول سيف. في الحالة دي هو عمل البي دي اف هنا على الجنب. انا اقدر اعمل كلوز للفايل ده. لما اجي اقول بقى من على الوورد ادي ملف البي دي اف اللي اتعمل، لما اجي اقول فايل اوبن واختار من على الديسكتوب الفايل هيقول لي ان هو هيعمل له كونفيرت. اقول اوكي، هلاقي ان هو قدر ان هو يحوله زي ما حضراتكم شايفين الى تكست نص اقدر اعمل فيه editing. في طرق تانية كتير، وفي اونلاين بيجز بتقدر تعمل الكلام ده، ولكن احنا استعرضنا مع بعض التولز الفري اللي احنا نقدر نشتغل بيها ونحول بيها اي ايمج عندنا او اي صورة فيها نص، نقدر نكستراكت النص اللي جوه ونتعامل معاه حتى لو باللغة العربية. بكده نصل لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله. إذا عجب الفيديو حضراتكم ففضلا وليس أمرا دعم القناة بالاشتراك فيها
مع تفعيل الجرس. وشكرا لحضراتكم مرة أخرى للمتابعة، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله.